أخبار مغربية، أخبار محلية، أخبار عالمية. ألمانيا تدعو المغرب إلى مؤتمر برلين 2 حول ليبيا. وجهت ألمانيا دعوة إلى المغرب للمشاركة في مؤتمر برلين 2 الدولي حول ليبيا في 23 يونيو الجاري. وقال موقع 360 الإخباري إن الرباط تسلم الدعوة من الحكومة الألمانية، لكنها لم تؤكد بعد مشاركتها. وتأتي هذه الدعوة في ظل علاقات دبلوماسية متوترة بين البلدين. واستدعت الرباط سفيرتها لدى برلين زهور العلوي في 6 مايو الماضي على خلفية موقف ألماني السلبي من قضية الصحراء ومحاولة استبعاد المغرب من الاجتماعات المتعلقة بملف الليبي. وأنذاك قالت الخارجية المغربية في بيان إن ألمانيا راكمت المواقف العدائية التي تنتهك المصالح العليا للمملكة.